أخبار اليوم. شوف السيسي لما عمل قناة السويس، شوف لما يعني في ظرف أسبوع 64 مليار وقال هعملها هعملها. ولعلمكم السيسي أنا أعرفه وهو يعتبر تلميذي، لأن بينه وبينه 20 دفعة وكان مخابرات برضه. الراجل ده لما يحط حاجة في دماغه بيعملها. أعمل كذا أعمل كذا، ومش بالسهولة إن حد يقدر يلعب بيه او يغير فكره، لكن هو مسه ياخد راي اللي حواليه. شورى، راي شورى ومنظم، سافر دول العالم كتير زي ما انا سافرت يمكن معظم دول العالم. كنت يا اولاد اسافر وسالوني في التلفزيون كذا مره، قلت انت سافرت رحت بلاد كتير جدا، اوروبا واسيا وانا مش عارف ايه. احسن بلد، احسن بلد مصر. حضراتكم تحبوا مصر، والله العظيم مصر جميله جدا. ويمكن انا عملت احتفاليه السنه اللي فاتت للسيسي في النمسا، خدت صوره السيسي، اول صوره تخرج في العالم للرئيس السيسي، عملتها في المطبعات والنشر، ورحت فيينا واستقبلوني هناك، وعملت له تاني يوم على طول، كان بعد الانتخابات على طول، عملت له حفل تنصيب وحضرها عمده في فيينا، والجاليه المصريه هناك، ومصطفى عبد الله المراسل، وكانت من انجح لحد دلوقتي الحمد لله. الناس هناك بتحب مصر، عرفت قيمه مصر وقيمه الجيش، وشرحنا لهم الجيش موصل، واستعينوا بالجيش في حاجات كتير في التخطيط والتنظيم، وانتوا اكفاء لهذا وقادرين. زي ما شفت التنظيم بتاع النهارده ده جزء من تنظيم قوات مسلحه. ان شاء الله عايز مصر تعلو وتعلو وتعلو، ونشوفكم قاده ان شاء الله، وتحيا مصر.